خير لكل من يتابع شرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر هذه الأزمة الصعبة. مرحبا رشا. أهلا أذن. أهلا وسهلا لكل متابعي شرقية وبرنامج أهل المدينة. مواضيع جديدة راح نتابعها بعد الفاصل. بالبداية نذكركم بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام ورقم الظهر أسفل الشاشة اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صور توضح المشكلة يا ريت يتم إرسالها حتى يتم عرض هذا من فقرات عيون المدينة. أيضا فيسبوك وتويتر اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، نشرة الكهربائية اليومية وساعات تجهيز الكهرباء الوطني في عدد من المدن العراقية، والبث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية على الفيسبوك. اللي يحب يعلق، اللي عنده مشاركة، اللي يعني حسب مواضيعنا أو عنده مشكلة يعاني منها في أي قضية تخص مدينته أو منطقته أو حتى تخصه شخصيا. شلون راح يدي من أخبار أهل المدينة اليوم؟ احنا نعرف موضوع التقاعد ومراجعة التقاعد، وقبل يومين كان عندنا استطلاع من كركوك وشفنا المعاناة الكبيرة اللي يعانيها المتقاعد في أمام المصارف، أمام دائرة التقاعد من أجل استلام راتبه التقاعدي اللي متاخر واللي هو قليل، واذا استلم فهي مبالغ تكون قليل من فئه قليله وممزقه، لا ما تمشي يعني حتى بالمصرف ما يقبل ياخذها. اليوم في البصره ايضا ناس مجموعه رايحين يردون يستلمون راتبهم التقاعدي، وللاسف هناك طبعا هم كبار في السن، امراه مسنه صايره يعني مشاده كلاميه، صايره مشكله. المراه ما تحملت مباشره انتقلت يعني توفت، حولوها الى المستشفى وتفاصيل اخرى طبعا، و يعني مؤلمه هي القضيه. يمكن لاول مره تصير انه واحد يروح الى دائره حكوميه ويتوفى نتيجه الوضع المريب. نعرف انه البصره درجه الحراره مرتفعه، وضعها ايضا مرتبك امنيا هالايام، ايضا الناس كبار في السن اصلا هم ما يتحملون، واحنا من زمان قايلين المفروض انه يكون هناك نظام او اليه متبعه في دوائر الدوله كافه، فما بال بدائرة التقاعد. اليوم الامرأة هذه المسنة اللي رايحة تستلم راتبها التقاعدي اللي هي هاي أبسط شيء يقدم إلها من هذا الوطن، توفت بعد أنه صارت هناك مشكلة معينة لحد ما نعرف تفاصيل الخبر، لكن هي هناك توفت. يعني رايحة تستلم راتبها حتى تعيش وتعيش نفسها وتعيش أفراد عائلتها، وإذا بها تنتقل إلى رحمة الله. احنا ويانا مراسل الشرقية في البصرة عمار السعد يحكي لنا تفاصيل اكثر عن هذه القضية، وايضا لازم نوصل الى آلية محددة، احنا ما نبقى يومية نفس المشكلة، هذا الروتين الممل في دوائر الدولة. مرحبا عمار. مرحبا ازهر، ومساء الخير على مشاهدي برنامج اهل المدينة. حياك الله عمار. عمار يعني الخبر ايضا انتشر بشكل كبير، يعني هو اي خبر ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وحتى على المواقع الاخبارية. هذا الموضوع اليوم ايضا هز الشارع البصري، انه امراه ذهبت لاستلام راتبها التقاعد واذا بها تتوفى. بعد يعني سمعنا انه هناك مشاده كلاميه صايره بينها وبين الموظفين، اكيد عندك تفاصيل حول القضيه، تفضل. ازل، هي الهزات في الشارع البصري كثيره ما شاء الله، هذه للاسف طبعا نعم. يوميا هزه احنا ابتداء من التفجيرات المستمره اللي جاي يصير للاسف في الجازينوات والكوفي شوبات كما يسمونها هناك في البصره، واليوم يوميا ما شاء الله امام مرأة ومسمع الجهات الامنيه، والفاعل كان مجهول. هذه هزه. والهزه الثانيه هي الحوادث اللي جايه تصير ما شاء الله، واللي يدفعون ثمنها الابرياء. طيب. اما يكون طفل او يكون مرأة عجوز. لا تنسي نزل دوائر التقاعد اللي موجوده في المحافظات هي غير مهيئه لاستقبال اعداد كبيره من المتقاعدين، واللي هم بالعاده من كبار السن رجالا او نساء. نعم. باعتبار انه انا خدمته، فلازم في نهايه الخدمه يرتاح ياخذ له راتب معين، وحتى يرتاح بالمراجعه. اكيد. هي عباره عن دوائر صغيره، تتكون من 4 إلى 5 غرف، وبها مراجعين بالالاف، وما بها وسائل لا تبريد ولا تدفئه ولا بها ظل، لذلك المراجعه تكون عن طريق الشباك. الشباك يمه موجوده جهاز التبلت اللي يدفع هواء حار اضافه الى هواء رب العالمين الحار اللي يوصل الى 250 درجه حراره البصره. نعم. وتصور المنظر يعني حتى أكيد. الانسان اللي مو كبير بالسن هل يصاب بضربه شمس او يصاب بامراض عديده بسبب هذه الحاله. صح. هناك روايتين فيما يخص هذه القصه. الروايه الاولى تقول انه هي امراه عجوز جايه تراجع على مود معامله تقاعديه، طبعا احنا حاولنا الاتصال بجهات اللي عندها الحدث
او اللي عندها المعلومه لكن تعرفين ما حد ينطي معلومه اكيد يخافون. طيب الروايه الاولى تقول انه هي المره الكبيره راحت تراجع على مود الراتب التقاعدي مالتها وصارت مشاده كلاميه مع احد الموظفين، هذه المشاده ادت الى اصابتها بجلطه وماتت. هذه الروايه. والروايه الثانيه نقلنا اياها الشاهد عيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انا سمعت يعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي بها هذا الشاهد بانه هي المراه اجت مقعده اصلا على كرسي متحرك وياها اولادها الاثنين يراجعونها على راتب التقاعدي. ليش؟ طيب. يعني الرجل المراه الرجل الكبير بالسن او المراه الكبيره بالسن يجب ان تراجع التقاعد بنفس الشكل للتاكد ما اذا كانت هي على قيد الحياه. نعم هاي مصيبه. مره نعم. على الكرسي المتحرك ابنها جاي يراجع لها اصيبت او تخربطت حالتها الصحيه وهي على الكرسي مما ادى الى اثاره ابنها ودخل بمشاده حاده مع احد الموظفين كونه انه ما مشين امه كونها مريضه. نعم. هذه المشاده انتهت الى نقل المراه المريضه الى المستشفى وماتت المراه بالمستشفى، مراه مقعده على كرسي. هي هذه الروايتين. لكن كلا الروايتين تقول انه المراه ماتت، وين ماتت؟ بسبب مراجعتها الى دار التقاعد. نعم. ليش ماتت؟ لان يعني هذه الدوائر غير مؤهله ومهيئه، على الرغم ان محافظ البصره زار هذه الدائره وسوى كرفان كبير للمراجعه وسوى بها سبابس، لكن ايضا هذا الكرفان الكبير ما تحمل عدد المراجعين هواي. طيب. فيجب ان يتم النظر اليها والا يوميا يموت واحد. يعني زين احنا نريد نحكي يعني الاليه صعبه معقوله ما نقدر نسوي مثلا على الحروف الابجديه، احنا حتى نطرحها قد يكون هو ما يدرون داره التقاعد ان هناك اليات ضوابط تنظيم لهذا الموضوع. يعني نعم اجل نعم. الاليه بالعراق صعبه. نعم الاليه صعبة بس مو مستحيله. على لا هي ماكو مستحيل لكن الاليه صعبه. ليش؟ لانه الموجودين مدروحين يقولوا يابا سوي اليه، ليش؟ هذا ما عندي فلوس، انا راد لي حاسبه، يراد لي هارد تخلي بي، يراد لي برنامج انا اصب، يراد لي منظم ينظم لي، ما عندي فلوس اسوي هاي الاشياء، والحجه شنو فنج؟ تقشف الدوله، الدوله ما عندها فلوس. الشماعه هاي اللي احنا مستندين عليها هذه الايام. طيب احنا يعني نشكرك عمار السعد، نعرف انه هناك وضع مثل ما انت بديت انه القضيه هزات في البصره، الاولى هي موضوع التفجيرات اللي يعني كانت البصره امنه، ما كان بها مثل هكذا امور، لكن هسه حاليا هناك رعب بين الناس بين صفوف المواطنين. والقضيه الثانيه اليوم التي نعم تفضل تفضل نعم الكازينوات الاربعه اللي تم تفجيرها هي الكازينوات التي تعمل فيها نساء وبسبب عمل النساء في هذه الكازينوات لذلك تفجرت. هي ليست كل الكازينوات اللي موجوده البصره معرضه للتفجير. طيب. فقط الكازينوات اللي تعمل فيها نساء كون انه هذه الجهات تدعي انه هذه النساء حولت هذه المقاهي الى دور للدعاره فبالتالي ضمن الامر المعروف والنهي عن المنكر حسب المنشور نعم. اللي لقوه نعم. في احد الكازينوات طيب. لازم نعالج الموضوع. شلون نعالج الموضوع؟ خلينا نعرج احنا على هذه القضيه طالما انت ويانا. الاجهزه الامنيه هناك يعني مثلا محافظ البصره نعرف انه في الكويت ما اعرف رجع او ما رجع، هل هناك تعليق من الاجهزه الامنيه حول الموضوع؟ يعني هذا موضوع ما معناته ان احنا نتركه، ما معقوله. طيب الاجهزه الامنيه كالعاده بعد التفجير راح تجي الادله الجنائيه. طيب راح تطوق المكان الحادث، راح ياخذون البصمات. طيب. راح يجرون وجوههم ويروحون. ماكو الفاعل ما تم العثور عليه على الرغم من جهودهم بالبحث. لكن كاميرات المراقبه لازم اكو دليل، ما معقول. اللجنه الامنيه في مجلس محافظه البصره قالت نحن بصدد وضع ضوابط جديده في ما يخص الكازينوات او محلات الكوفي شوب، يعني راح يخلون شروط جديده من اجل ان تفتح الكوفي شوب. اعتقد من ضمن الشروط الجديده هو عدم امكانيه عمل النساء في مثل هذه الكازينوات. يعني هذا الموضوع اذا يعني نحكي به قد يكون هناك ناس مع او ضد، فما ندخل بهذا. نعم. ننتظر احنا شنو الاجراءات اللي راح يسويها مجلس المحافظه. المفروض انه هي ما تنصاع نركض احنا، يعني معناتها باكر راح يسدون مثلا يجوز صالونات الحلاقه، اذا باكر راح يسدون مثلا المدارس اللي تعمل بها مثلا النساء مع الاولاد، وهكذا احنا راح يفصلون معناتها الكليات. اذا ندخل نتشعب في هذا الموضوع معناتها احنا راح نرضخ لمثل هكذا اوامر. أجل هذا الموضوع صح موضوع نقاش، بما انه انت تقول دوله مدنيه واحنا ليس دوله دينيه، اي شخص يخالف القانون اكو قانون. لو كانت هذه او هذه الكازينوات مقبوض عليها بدعاوى دعاره فبالتالي القانون يعالج الموضوع. أكيد. اذا كانت ما هي دعاره مو بهذه الطريقه صحيح. نعم. إحنا القانون نعم. هو المرجع فيها في تحديد من المخطئ ومن المصيب. اكيد اكيد. احنا نشكرك عمار السعد مراسل الشرقيه في البصره، ومثل ما قلنا انه احنا المفروض الاجهزه الامنيه تضع القانون او تضع سيطرتها بشكل كامل على المدينه، احنا مو المختار نروح نفجرها،
يعني هذا معناته انه احنا بلا قانون، كل واحد كل من ايده اله، انا هذا يقتل المفروض انه يروح يعني جزاء الى يروح للقضاء ويتحاكم حسب القانون، ولا اذا كل واحد الشكل يشوفه والله هو المنكر ويروح يفجر ويقتل الناس ويعني يرهب الناس، هذا احنا معناتها نصلح يعني دوله بلا قانون. ويبدو انه احنا يعني للاسف نقولها انه وصلنا الى هذه المرحله، انه كل واحد يحس انه هو القوي طالما هو عنده سلاح ويستطيع انه يمشي اموره في هذا البلد. نتمنى يكون هناك متابعه من الاجهزه الامنيه حقيقيه، وانهم يكونون فعلا يسيطرون على ارض الواقع، مو يخلون للاسف العشائر مسيطره في البصره، رجال الدين او ناس المتعصبه او ميليشيات او عصائب او يعني ناس يعني لا تملك الا السلاح هي لغه للحوار. المفروض يكون هناك قانون، المفروض يكون هناك وعي كامل من اهل البصره نفسهم ينتفضون على هذا الواقع. مر التفجيرات اذا اكو خطا نقول هذا خطا ويتم معالجته حسب القانون بشكل كامل. نعم رشا. طيب نروح إلى عيون المدينة ونروح إلى صور نماذج الطعام لبعض المستشفيات للأطباء الخفر، طبعا للعلم أنه يتم استقطاع من راتبهم حتى يكون لهم حتى يوفر لهم عشاء. خفايا فساد الوزارة الصحة ما تخلص، يعني دائما نسمع أنه إما كوادر ماكو، بنايات غير جيدة، أجهزة ماكو، أدوية ماكو، وصلت إلى أنه حتى الطعام الأطباء ماكو، أنه وجبة الطعام رديئة غير جيدة، غير أنه تكون بحق الطبيب الخفر اللي هو دائما يكون سهران على المرضى. احنا نقول وين لعت الفلوس اللي تروح، وين الانسانيه، وين الضمير؟ يعني هذا هم طبيبه ايضا يشتغل طول الليل على راحه المرضى. بدنا نشوف هذه الوجبات اللي ظاهره بالصور، بدنا نشوف انها غير جيده وغير يعني مؤهله للاطباء. طيب هو هذا موضوع احنا اثرناه قبل اشهر، وصلت لنا ايضا نماذج ل الأكل الذي يعطى إلى الأطباء الخفر، وأيضا احنا انتقدنا في وقتها وتابعناها بشكل كبير، وبعدين قالوا راح يتم معالجة الموضوع، لكن يبدو أن الموضوع مرة أخرى يعني تم الإهمال من قبل وزارة الصحة على الموضوع، هي ما أعرف بيش ملتهي، يعني كل ما نقلها على فد موضوع تقول هذا مو من اختصاص، هذا انطينا إلى مجلس محافظ، هذا انطينا إلى ما أعرف منه، هذا وما اعرف انا هسه لحد الان. يا ريت انه وزاره الصحه تقول لنا شنو الشغل اللي مخصص لها حتى نعرف احنا نعاتب منه الجهه المسؤوله. نبقى احنا في ملف الصحه وايضا ضمن فقره عيون، ومثل ما قلت لكم قبل فتره يعني حتى الموضوع اللي هسه راح انطرحه انه اي موضوع سيطرح على وزاره الصحه اكيد لا يضاهي، لا يمكن مقارنته مع ما صار قبل ايام في مستشفى اليرموك من حريق، ومن لحد الان من تصريحات مخيبه للامال، من تصريحات مخجله اكثر مما هي مؤلمه. قطط سائبة في مستشفى ابن غزوان، طبعا ردها الخاصة او النسائية اللي هي تعتبر يعني بفلوس هم الناس تدخل لها وتجد بها قطط، مو قطة واحدة، اكثر من قطة موجودة تم رصدها من خلال بعض المواطنين او بعض المراجعين لهذه الردها. يعني هم اكثر من مرة حكينا بالموضوع، فطالما هناك ملثمين يدخلون الى مستشفى اليرموك فلا عجب ان تدخل القطة السائبة الى المستشفى. إذا كان هناك من يدخل إلى الخدج وهو المفروض ممنوع أي حشرة تدخل، هاي الحشرة إنه يمكن ما تبين ما تدخل، دخلوا ملثمين واستطاعوا أن يضعون مواد حارقة، فبعد عادي إنه واحد يقول هناك يعني قطط أو كلاب أو حشرات. الموضوع أصبح بديهي، يعني هاي البديهيات المفروض حتى بعد ما نعرضها بالضبط مألوفة يعني عندنا، لأنه إحنا يعني اللي شفناه قبل أيام كان هو أفظع ما يمكن أن يوصل إليه. بعد شنو ننتظر من وزارة الصحة؟ ولحد الآن مثل ما قلنا هم واحد يرمي الكرة بملعب الآخر. نتمنى أنه يعني هذه المواضيع يتم أخذها بنظر الاعتبار، لا يمكن الاستهانة، قطط هناك، كلاب هناك، ناس تدخل تخترق الخدج أو تخترق أماكن غير ممنوع واحد يدخل لها، ناس تصفي حسابات أو تقتل أو تسوي تدخل وتحرق، يعني هذا معناته أنه إحنا نمر بأيام عصيبة، المفروض أنه نمر أو المفروض أنه نتعاون ونتكاتف من أجل أنه نخلص هذه الأزمة. قبل ما يعني ننتقل إلى الموضوع الآخر، هناك تعليقات وصلت على البث المباشر بخصوص موضوع البصرة، والناس يقولون انه كيف يعني يتم مساواة من يعمل في هذا المكان مع مثلا مع الطبيبة او مع المعلمة او مع طالبات الكلية. القضية مو مقارنة، القضية انه اذا اكو مكان بخطأ انا لا اعالج الخطأ بالخطأ، هو مكان بغلط، قد يكون احنا ما اجينا يعني دخلنا في هذا المكان وما عرفنا هذا شنو بيه المكان،
لكن طالما هناك خطأ المفروض أن يعالج بالطريقة الصحيحة، أنه واحد يرفع دعوة مثلاً قضائية، مثلاً يجوز جيرانهم، حواليهم، المحلات، من يرتاد إلى هذا المكان وشاف أكو خطأ. لكن أنه أنا أعالج الخطأ بأنه راح أفجر هذا المكان وأرهب الناس وأقتل الناس، فهذا معناته إحنا مو صرنا يعني هذا يعني مو بلد، كل واحد يجيب كيف. فأتمنى يكونون الناس على قدر كبير من الوعي وفهم الموضوع. الخطأ لا يمكن علاجه بالخطأ، الخطأ يعالج بطرق صحيحة سليمة وبالحوار. نعم عشان. طيب نروح إلى موضوع آخر، نروح إلى بغداد ونشوف ظاهرة المتشردين اللي غدت واضحة على عين الناس، واللي نشوفهم دائما بالطرقات وعلى بين دوائر الدولة وبين قرب الجامعات. أكيد هذا الموضوع ناتج عن الحروب اللي مر بها الوطن والظروف الصعبة اللي نمر بها، ولكن للأسف الشؤون المعنيين، لا وزارة الشؤون والعمل ولا المعنيين يهتمون بهذا الناحية ولا يلمون المتشردين في مأوى أو مكان متخصص لهم، حتى إذا كان دار المسنين أو دار لهم. من خلال التقرير راح نشوف امرأة معاناتها وهي في الشارع دون مأوى. خليكم ويانا نشوف هذا التقرير. احنا شفنا اكو ظاهره بالعلاوي، اكثر من رجل واكثر من امراه نايمين بالشارع ليل مع نهار، والناس تجيب لهم بطانيات وتجيب لهم اكل، لكن ما شفنا احد ينتبه لهاي الحاله لا من مسؤولين ولا من دوله. فانت عايش هنا بهالمنطقه، شلون تشوف الوضع؟ والله اول شيء احييكم وحيي قناتكم. بالنسبه يعني ظاهره، خلينا نحكي بالقلم، بالقلم على ظاهره المتسولين، يعني تسول انا متاكد من عندها، هاي مرجع الحكومه، على الحكومة للأسف الشديد. بالنسبة لهاي المرة يمكن هسه ورا أخوي المصور، هاي ترى قبل 5 سنين قبل 4 سنين تمشي كل شيء ما بيها، بس أنا أقول لك عقلي يعني مو هالقد يعني، بس هسه استوت فد مرة ولا حكومة تجيها لها. هاي هيك نموذج بسيط، عندك هذاك ضياب الشهداء، ذاك دجاجته مشقوقة، يعني فد منظر أعوذ بالله، يعني لا حكومة تباوع يعني ما سووا مرة مرتين يمكن حملة على ذولا التسول، ذولا الكبار يشيلوهم بالطريقة، ياخذون بجيوبهم ينزلوهم فوقها؟ ياخذون بجيوبهم، هم كلهم عجد يلا شنو هذول؟ ياخذون بجيوبهم يهدوهم بالشوارع هاي. زين ماكو دار مسنين، دار رعاية اجتماعية؟ ليش ماكو؟ ليش؟ مو عندنا دار مسنين بالمدينة، وعندنا الشعب الثاني مال الكاظمية هم عندنا بعد وحدة، بس للأسف ماكو متابعة، ماكو للأسف ماكو. ذولا كلهم ذولا الكبار بالعمر أهلهم يذبوهم، أكو عمارة هنا هاي هنا وين مقل بغدادي، هذولا كلهم عندهم هويات، وكل قسم ما عندهم هويات، ما عندهم كل متابعه، شغلتهم منتهيه. لا اهل يجوهم، انا بيدي مره نزلت هذا سيد النجفي توفى 3 أيام بالغرفه مقفوله غرفته، الا طلعت ريحته، يلا قالوا يا ابني تبرع نجي ننزله، نزلنا انا وولد هاشم الساعه الواحده بالليل. شغله خليه اسكت. نزلناه يعني يموتون ما حد يدري بيهم. هو اخر شيء استلمهم مدينه الطب بس. والله هنا منطقه العالم كلها مهموله بها، يعني مره ما تقدر تمشي. لا حد يعينه، مرات يطيع لفه، هذا يطيع مي، يريد شاي نجيب لها سجاير، هاي كلش. زين ليش وصلت لهاي المرحله؟ والله على اساس تقول اني كانت هي على اساس هي تقول اني مغنيه، ما شلون قبل وجو عالم شويه بالترك مان. عالم وايد تقول ولدها وبناتها قتلوها قدام عينها، هاي الحقيقه. شو اسمها هي؟ ما تحكي مرات بالترك مان. بالترك مان؟ ايه. اها، يعني مغنيه عراقيه؟ على اساس تقول مطربة عراقيه. وجو عالم واي حاكوها، ومره جت ذاك منا جت بيها سجاير، مره قلت لها 7 اغسل لك، ما تقبل. شلون نقول بيها حاله نفسيه وتسحب من تمشي؟ ليش؟ ما تقدر تمشي. مريضه فرد نوب. زين ما جت مثلا احد من الدوله، لجان افترت على هيك ناس مرضى توديهم دار مسنين، توديهم دار عجزه؟ والله ماكو هيك سالفه، ماكو حد، ولا واحد جاها، ولا واحد دور عليها، ابو سعيد فوت من يمه طوط عليها ويروح قبل. Thank you.
احنا متوجهين على هذه السيدة اللي موجودة هنا قرب المتحف الوطني العراقي وبمنطقة العلاوي تحديدا. يعني هذه السيدة وهي مو بس وحدها، اكو كثير من الناس هنا كبار بالعمر ما لهم احد، فما لهم لا رعاية لا احد يباوع عليهم لا احد يشوف شنو موضوعهم، فكثير من هذول الناس موجودين هنا. السلام عليكم، شلونك عيني؟ هاك مي، هاك اشربي مي، اشربي مي، اشربي مي. شلونك يا هلا بيك يا بل، هلا بيك. هلا انت ايش قصه صار لك هنا تنامين؟ والله اشربي مي، اشربي خطير. قصة صار لك هنا تنامين؟ والله صار اسبوع. ليش؟ زينب قيلاني انا عين جبرائيل. زينب قيلاني؟ اي كنت بالخيمه بيتي باب معظم. اي اي ابني انقتل بالمقبره. ابنك قتلوه؟ اي انقتل. ام امل يعني ام امل نبي امل شيخ قمر. اها اي والله امير المؤمنين ابو ظاهر. نعم. اي قلت بلكن باب والله ايجار. نعم. راتب. ما عندك مكان يؤويك؟ لا والله ما عدي بعد من عدك انت ما نسيتني. نعم ان شاء الله ان شاء الله. انت وابني ابو الخيمه ابو المنظمه بلكن والله غرفه ايجار عانته. غرفه ايجار والله بيت اخذوه. هسه يشوفوك اهل الرحم ان شاء الله. والله انت بعد ما عدي غيرك واريد التاكسي امشي. ما تقدرين تمشين؟ لا والله شلالاني يوم. مشاهدينا مثل ما تشوفون يعني هي ظاهرة أصبحت وحالة أصبحت موجودة في هذه المناطق، لكن لو مهما كان يجب على الدولة أنه تراعي مثل هؤلاء الناس، محتاجين إلى رعاية، محتاجين إلى لمسة حنان من الدولة. هاي إنسانية، إذا فقدت الإنسانية من هذه الحكومات المتعاقبة على العراق فعلى الدنيا السلام. فظاهرة مثل هكذا، مثل هذه الظاهرة للأسف منتشرة في بغداد، وللأسف أنه ما حد يسلط الضوء عليها والدولة ما مهتمة أو الحكومة تحديداً ما مهتمة بمثل هكذا حالات. لبرنامج أهل المدينة قحطان عدنان. طبعا احنا شفنا يا ازل هذا الموقف وهذه المره اللي نايمه بالشارع، انه صدق انه موقفها يوجع القلب، وانه هذه المتشردين في تزايد مستمر وماكو اي حل لهم او ماكو اي مداخله حول قضيتهم. يعني الموضوع كبير. هذه الامراه اللي تفترش الارض قضيتها كبيره ومأساتها كبيره، وكأنما يعني في ملامح وجهها هي تختزل كل معاناه العراق. مؤلمة هي انه مراسلنا انطاها بطل قنينة الماي، شفتوها يعني معناتها ايش قد عطشانة وايش قد يمكن جوعانة، وهي يبدو مصابة حتى بمرض جلدي. هذا نموذج من نماذج، من ما اقول عشرات، لانه معناتها احنا كلش راح نقلل من المشكلة، من مئات مشردين بلا مأوى. المفروض يكون هناك متابعة لهؤلاء. ممكن انه يكونون هؤلاء أداة بيد اي عدو يستغلونهم. يعني خلاص هو يقول لك كم فلس من ممكن انه ينخدع او انه استخدمه هو طب بالضبط، او انه انا استغله اخذه وافخخه واخليه يفجر الناس، او انه انا استغله باي طريقه اخرى قد تكون خاطئه. المفروض يكون هناك يعني حرام تحت حراره الشمس القويه وتوصل اكثر من 50 درجه، وهذه الامراه بلا مأوى، ونحن في العراق اللي هو من اغنى بلدان العالم. مأساة كبيره. هذا الاستطلاع مفروض يهز أي مسؤول موجود في الدولة، مو بس الجهات المعنية أو دور الرعاية أو دور المسنين. طبعا حتى الموضوع بموضوع آخر، أنه أحد الأشخاص اللي حكى وقال إحنا دخلنا إلى دار المسنين وإذا اكتشفنا أنه هناك رجل مسن ميت صار له أكثر من 3 أيام وما حد يدري بيه، معناته أنه ما حد يدق الباب على في دار المسنين على الناس المسنة وينطونهم أكل، لأنه هو أكو متابعة من نفس اللحظة يعرفون أنه الشخص هذا قد توفى. إحنا نمر بأزمة إنسانية، يعني الأزمة متمثلة مو بس بالحكومة، بينا احنا كافراد
كل واحد بعمله هو غير متقن أو غير مكمل لعمله أو غير مهتم بعمله. الناس الموجودين في دار المسنين ليش هذا الإهمال؟ الناس الموجودة بالشارع يمكن أكون ما نقدر نعتب على المواطنين يقول لهم أخذوا هذه المراية، لكن ما معقولة ولا مسؤول مر عليها، حتى لو مسؤول في غير وزارة يخابر على المسؤول، يعني باعتبار هو عنده أرقام تليفونات يقول لي أنا شفت اليوم في كذا تقاطع في بغداد في هذا الشارع أكو امرأة كبيرة في السن صار يقولون فترة أسأل. ليش عندنا إحنا هذا الموضوع ما موجود؟ ليش في بلدان الثانية من الممكن إنه أي مسؤول ينزل ويقول مثلاً أنت منو شنو ليش نايمة هنا شنو قصتك؟ زين أوصلها مثلاً مفروض أكو لجنة تطلع إلها. ما الموضوع يعني وكأنما الموضوع طبيعي إنه أنا أشوف سيدة امرأة بهذا العمر ومثل ما قلت يمكن يبدو إن هي عليها إنه هي عندها أمراض جلدية بهذا الشكل البائس. حرام والله حرام اللي إحنا جاي يصير بينا. علينا إنه إحنا لازم نفكر بطريقة جديدة للتعامل مع هذه الحالات الإنسانية. اليوم باكر عقب باكر مفروض نجد آلية. نتمنى من المسؤولين من الناس من المواطنين من أصحاب الضمير متابعة مثل هكذا موضوع والحرص على أرواح الناس. نروح لموضوع آخر، نروح إلى عيون المدينة ونروح إلى متوسطة التحرير في بغداد تابعة للكرخة الثالثة. وصلت لنا صور أنه مدير المدرسة مع الكادر التدريسي يستغل ممرات المدرسة بهذا الشكل. هذه الصورة اللي وصلت لنا مدخل سياراته إلى داخل المدرسة. موضوع مؤلم أنه إحنا خواصين بهذا الاستهتار أنه كل واحد بكيفه، مو إلك مو مدرستك مو باسمك، هذه مدرسة إلى حرمتها. أكو أماكن يعني حرام تدخل بيها، مدرسة الجامعة المستشفى الدائرة الحكومية، على أساس مدخل سيارتك؟ الناس اشتكت، الطلاب اللي شاف الحالة. نتمنى توصل إلى وزارة التربية ويتم حلها بأقرب فرصة ممكنة. نروح إلى موضوع آخر وأيضا هو موضوع اللي دائما متواصل أنه هي مشكلة كل العراقيين، التيار الكهربائي، انقطاع التيار الكهربائي المستمر في بغداد في منطقة سبع الأور، محطة سبع البور عفوا. سووا الناس المواطنين تظاهرة قالوا إحنا اليوم راح نقتحم المحطة، كافي ملينا تعبنا أنه كهرباء ما عندنا، كل 6 ساعات ينطونا ساعة لا كهرباء لا مي لا خدمات. الشعب مل تعب ضاج انهم قال ليش وقت احنا نظل ساكتين. فمن خلال المظاهره نشوف انهم شلون انهم ضايجين من هذا الموضوع. نشوف الفيديو ونرجع لكم. لا كهرباء سبع البور فقط عندنا طيب يعني هذا احنا اللي شاهدناه انه هذه تظاهرة. طبعا يمكن كل يوم تشهد مدينة معينة او منطقة تظاهرة مثل هذا الشكل من يعني بسبب تردي تيار الكهرباء. موضوع يعني عقيم والله، حتى ملينا نحشي بي صارنا اكثر من 13 سنة كهرباء وانقطعت و13 سنة. نتمنى ان يكون هناك حل كافي، يعني جيبوا استثمار سووا، لازم اكو هناك حل والا الناس ما تبقى يومية تتظاهر من اجل الكهرباء او الماء. موضوع طويل ومواضيع كثيرة اكيد، وان شاء الله بالايام القادمة يتم طرحها في اهل المدينة. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينة. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام في امان الله. الى اللقاء.